وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، بعد التحية، يعني نتحدث عن الصعيد وما شهده من إقامة مشروعات تنموية ضخمة خلال السنوات الماضية. كيف استطاعت تلك المشروعات تحقيق تنمية حقيقية في الصعيد؟ اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. وبالتاكيد عندما ننظر الى التنميه في الصعيد لابد ان نعلم انها تنميه شامله ومتكامله وتدخل في اطار المشروع التنميه في الدوله. الواقع ان التنميه نجدها في الصعيد، نجدها في سيناء، في الساحل الشمالي الغربي، في المدن، في حياه كريمه في الريف. ولكن عندما نركز على مشروع التنميه في الصعيد نجد انه ليس مشروعا واحدا، ولكنه مجموعه متنوعه من المشروعات التي تستهدف ليس فقط دمج الصعيد المصري في مشروع التنمية المصري، ولكن أيضا دمج الصعيد في مشروع التنمية الإفريقي بصفة عامة. فهناك مشروعات كمشروع ربط البحر الأبيض ببحيرة فيكتوريا، هو يمر عبر الصعيد، ومصر قامت بمجهود كبير ونفذت بالفعل استحقاقاتها في هذا الطريق بتطوير المجرى الملاحي في النيل. هناك ربط القاهرة، مشروع ربط القاهرة كيب تاون، وبالفعل هناك يعني تم الانتهاء بالفعل من معظم استحقاقات مصر في هذا المشروع. عندما نتحدث ايضا على مشروع وهو مشروع في منتهى الاهميه الذي قامت به مصر بالتعاون مع البنك الدولي، مشروع التنميه المحليه في الصعيد والمتعلق بتنميه محافظتي قنا وسوهاج، والذي يتميز هذا المشروع بانه مرتبط بالبيئه المحليه ومرتبط باستطلاع راي المواطنين في المشروعات التي تتم، حيث تم تنفيذ أكثر من 3500 مشروع. البرنامج نجح بالفعل في خفض الفقر في المحافظتين بنسبة تصل وتتجاوز نسبة 7%، فرص عمل بتقترب نحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. عندما ننظر أيضا إلى محور آخر من محاور تنمية الصعيد نجد أن فكرة فتح الأفق وفتح المشروعات المكملة في الظهير الصحراوي وأن يكون هناك ظهيرا صحراويا مرتبط بمحاور تم تنفيذها على النيل. فبالماضي كنا نتحدث عن مجرد كوبري أو جسر يعبر النيل، نحن الآن عندما نتحدث عن كوبري فإننا نتحدث عن محور تنمية ينقل التنمية من بين جانبي النهر من خلال الامتداد الصحراوي الذي يتم فيه إنشاء المناطق الصناعية ويتم فيه التوسعات خارج الرقعة الزراعية. دكتور، يعني بالحديث عن المجمعات الصناعية وصعيد مصر يشهد تنفيذ مجمعات صناعية وحرفية بمحافظات الوجه القبلي، إلى أي مدى استطاعت تلك المشروعات توفير فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج أيضا؟ طبعا المشروعات نجحت بصوره كبيره جدا، وفي اطار عداله الدوله في توزيع الحوافز الاستثماريه كانت المناطق الصناعيه في الصعيد بتحصل على ذات الحوافز الاستثماريه في غيرها من المناطق في مصر. ايضا المناطق الصناعيه هي بيتم التركيز فيها على المشروعات الصغيره والمتوسطه، ولكن هناك ايضا امتداد للمشروعات الصناعيه في المثلث الذهبي، المشروعات الصناعيه الكبيره للمثلث الذهبي الذي يفتح افق كبير لعمليات التنميه في الصعيد. الصعيد الان اتصور انه تم النجاح بالفعل في تحقيق الحد من هجرة المواطن في صعيد مصر إلى الوادي والدلتا وإلى الشمال من خلال خلق فرص عمل في المجمعات الصناعية، في المشروعات الخدمية، في المشروعات التنموية المتكاملة بصفة عامة. فضلا عن أن هذا المشروع والمشاريع المتعددة في تنمية الصعيد عندما تقدم خدمات متكاملة للمواطن في الصعيد فإنه لا يكون في حاجة إلى الانتقال إلى المدن في الدلتا وفي الشمال. فالمواطن أصبح لديه كافة الخدمات من الطرق، من مشروعات الإسكان، من مشروعات تطوير التعليم، المشروعات الصحية. الواقع أن التنمية في الصعيد شملت كافة القطاعات وكافة المناحي التي كان لها تأثيرها في الخطوة الأولى من خلال خلق فرص عمل للمواطن المصري في صعيد مصر، من خلال أيضا فتح أفق للنشاط للشركات المحلية في هذا القطاع، فضلا عن أن الخدمات التي تم إنشائها وتم صناعتها
في الصعيد هي بالفعل تشعر المواطن، يشعر معها المواطن بالسعادة بأنه يحصل على حقه في التنمية مثله مثل كل المواطنين في كل بقاع مصر، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الروح المعنوية، الأمر الذي يعزز من الروح الوطنية ومن قدرة المواطن على التفاعل مع مشروعات الدولة وقدرة المستثمرين في صعيد مصر على خلق مزيد من النشاط وأن يكونوا متفاعلين أكثر ببنائهم مشروعات ترتبط بالمشروعات القومية، بحيث تكون التنمية تبدأها المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، ثم يتعزز دور القطاع الخاص الذي يشارك فيه المستثمرين في الصعيد من أجل استكمال عملية التنمية التي بدأتها الدولة. صحيح. دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي، جزيل الشكر لك.